صباح الخير عليكم شباب البعاد والقريب. دابا ان شاء الله غدا نسافر للدار البيضاء ان شاء الله بحول الله. دابا هذه المحطه ديال سيدي قاسم، نشدو الترام ونمشيو لكازا ان شاء الله. سلام الحباب، دابا غنعاود لكم من غادة وفين جاية. جات واحد صاحبتي الله يخليها ليا، جات من الخارج وغادا نمشي نحمدها في سلامة. داكشي علاش غادا نمشي للدار البيضاء اليوم، نمشي انا وخواتاتي ان شاء الله. الله يدينا على خير ونلقاوهم هما تاني على خير وبخير ان شاء الله. تعطلتي كنا غنمشيو عليك، وراك الهضره كي دايره. تعطلتي راه كازا تنعرفها، ما عنديش غير الرقم ديال مشي بوحدك. عندي تمشي بوحدك الحمد لله. تختي راه فين زهقتي تيا راه تمشي وحدك. كان خصني فين مش نقول لهم مشتي شي ناديه ما عنديش. هذا فلانة وساعتها فاتت سميتها ما نعرفش. لا قول لهم صاحبة اختي جات من المانيا. ايوا بلي مرحنا غادي نعدها دابا وروني الدار. عاد توصلي للدار البيضاء يحطك تران يمشي لوالدك للدار. صحاب الحال تلتم قدوني شرط زهره يدك صحاب الحال تبكروا عليكم. هاي التران جايه فين اللي جاي؟ لا غار شنو هي كازا ويا جور راسي راسي ها تشد راسي انا نشوفو ها تنبان لك زوينه تنبان زوينه والله يخلف عليكم الله يخليكم الله يخليكم غيرك تصابق الحمد لله دابا حنا طريقنا ان شاء الله الحسن الثاني الجامع ديال الحسن الثاني الحسن الثاني ان شاء الله مسجد مشات بقى على الجامع مسجد مسجد حسن الثاني اللي جيبها محلافي زوين هاد الطريق هذا كتدير المسجد الحسن الثاني نمشي بشويه كيفاش سميتو؟ نفق الموحدين. نفق ديال الموحدين. الدار البيضاء تبدلت الدار البيضاء ولا تشكل خور.
هم اللي جيت الطيار اليوم جات بنتي جات بنتي داب الثانويه ها وجريت عليها بصح حنا قالوا لي راه بالعاني بالعاني داكش المسجد ديال الحسن الثاني تبارك الله شحال كبير ماشي